أهلا أحبائنا، بحييكم باسم الرب يسوع، تحية المحبة والنعمة والسلام. أنا بصلي من كل قلبي أنه فعلا عم تتبارك من خلال هذه الفيديوهات القصيرة، بندرس فيها كلمة الله وبنعرف حقائق روحية مهمة لحياتنا. وطبعا الغرض من هذه الفيديوهات كمان بنحب نساعدك، مش بس من ناحية روحية، كمان نلقي الضوء على موضوعات متعددة. اليوم حديثي عن شيء كتير مهم، عن شخصية، من إرهابي إلى كتابي. من شخص إرهابي يعني يمارس العنف والقتل، إلى شخص كتابي أي يتبع الكتاب المقدس لكن بالطريقة الصحيحة، إلى خادم يسوع المسيح. أنا بتكلم عن شخصية معروفة، شخصية شاول الطرسوسي. شاول ولد في طرسوس في مقاطعة كيلكية، وطبعا كان متثقف في واحدة من أفضل جامعات العالم اللي بيدرس فيها كل الفلسفات والحضارات واللغات القديمة. وعدا عن ذلك أيضا التلمز والثقف على عند رجلي أفضل معلم في أورشليم، المعلم جملائيل. بولس كان شخص فريسي متدين، الأفق تفكيره طبعا كان ضيق بحسب ما هو اتكلم، وكان عنده عداء وكراهية لأتباع يسوع المسيح. اسمع ما يقول الكتاب في سفر أعمال الرسل: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهدد. ينفث يعني مثل الحي اللي بتنفث السم. شوف يعني مدى الكراهية اللي كانت موجودة في داخله. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. وبما أنه كان عنده هذه الكراهية، أخذ رسائل من رؤساء الكهنة والمسؤولين في أورشليم أنه مش بس يقتل استيفانوس في أورشليم وأنه يضطهد الكنيسة، لكن عاوز يوسع يعني الاضطهاد في أماكن أبعد، اللي منها سوريا وكان فيها جالية يهودية كبيرة. وأخذ رسائل حتى يروح إلى الجماعات. كلمة الجماعات هي أصلا تطلق على المسيحيين، الجماعات المسيحية وليس بشكل آخر، لكن الجماعات هنا هي الجماعات المسالمة والمحبة والغافرة اللي كانت تشهد عن المسيح وتضحي بكل غالي بكل نفيس في حياتها. هاي الرسائل حتى يروح إلى الجماعات، وطبعا المقصود في سوريا. وهو في الطريق تقابل مع الرب يسوع المسيح وتغيرت حياته تغييرا ثوريا جذريا وفوريا. كمان حياته تغيرت من شخص رح يضطهد رح يقتل رح يأذي إلى شخص وديع محب. وفعلا تغيرت حياته وابتدأ يشهد عن يسوع المسيح. شو اللي بيخلي هذا الشيء يعمل؟ مع انه اذا يعني بتدرس الكفاءات اللي كانت موجودة عند شاول او بولس الرسول، كان واحد من افضل المعلمين اللي حافظ الشريعة من اولها لاخرها، حافظ كل تقاليد الاباء. مكتوب عنه انه فريسي، وهو كان يعني التوب في الكلاس تبعه، في الصف تبعه. كان عنده غيرة، كان مضطهد الكنيسة، ولدرجة بيتكلم عن نفسه انه كان ايضا مجدف، يعني وهو لا يدرك، مع انه يعبد الله الواحد، وهو لا يدرك انه من خلال العبادة، انه لم يعرف انه كان اختيار الله وخطة الله وبرنامج الله هو من خلال شخص يسوع المسيح.
تغيرت حياته بالكامل وابتدأ يشهد، وفعلا كتب رسائل كثيرة بوحي من الله في العهد الجديد، وهي الرسائل إلى يومنا هذا تعتبر مرجع وتعتبر بركة. أكثر واحد في التلاميذ اضطهد، وأكثر واحد من التلاميذ واجه كل أنواع التحديات، وأخيرا أعطى حياته من أجل يسوع المسيح، قطع رأسه في روما. ولاحظ لما كتب عن نفسه قال: ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. ثم قال أحبائي، شوف يعني هذا الشخص المتدين المتعصب الفريسي اللي حافظ كل الشريعة وبيطبقها على أصولها، شوف شو كتب. قال: صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. أولهم اللي أنا على رأسهم، يعني أنا التشيف تبعهم، يعني أخطى الخطاة. شوف وين وضع نفسه. أوليس عجبا أحبائي، وكأن المسيح اتنبأ عن هذا الشيء. إذا بنرجع لرسالة يوحنا إصحاح 16 والآية 2 مكتوب: بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. كل من يقتلكم يقدم خدمة لله. وهل اختلف الوضع في هذه الأيام؟ قال يسوع: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. فإذا من خلال الخدمة المسيحية هذا شيء متوقع، شيء متعارف عليه عند أتباع يسوع المسيح. ومعروف اليوم أنه أكثر فئة في العالم كله إلى يوم هذا، في الغرب أكثر من الشرق، الاضطهاد ضد الجماعات. مين هم الجماعات؟ اللي هم جماعات المؤمنين اللي اختبروا خلاص الرب يسوع المسيح. ومش بس الرب يسوع قال انه هاي الناس اللي بتقتل الجماعات المؤمنين عم بيظنوا، عم بيفكروا انه عم بيقدموا خدمة لله. بالحقيقة لما الرب تقابل مع شاول قال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. ثم في أعمال 26 لما كان بولس بيتكلم مع الملك أغرباس الثاني قال، بيقتبس نفس الحادثة كلام يسوع إليه بس ببلور أكثر، يقول قال المسيح: قم على رجليك، من أجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب، يعني من اليهود، ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، كي ينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. القتل أحبائي مش مجرد كمان القتل الفعلي. كم من الناس التي تكن الضغينة والكراهية. قال يسوع: أبغضوني سيبغضونكم أيضا. قال يسوع: أبغضوني بلا سبب، لأنه المسيح، يعني حتى الشيطان لم يجد أي شر في يسوع المسيح، لم يجد فيه شيء. فالفكرة دايما النور، يعني لابد أن الظلمة تحارب النور وتحاول، لكن الحقيقة أن النور هو بكل بساطة النور، الله خلق النور، فالظلمة هو غياب النور. فإذن عندما تشعل النور تهرب الظلمة. وعندما فعلا يعرف العالم ويختبر نور المسيح وحق المسيح، لابد أن تهرب الظلمة.
إذا في أفكار مقاومة في راسك قل له يا رب افتح ذهني، افتح قلبي، افتح عيني. أنا مش عاوز أقاومك أنت، لأنه الرب تكلم مع شاول قال له لماذا تضطهدني، مع أنه كان رايح يضطهد الكنيسة. فاضطهاد الكنيسة اللي هي جسد المسيح هو اتهام أو اضطهاد يسوع المسيح مباشرة. أنا اليوم بدعوك أنك تقول له يا رب سامحني، اغفر لي. بولس قال فعلت هذا بجهل، قل له اغفر لي جهلي، اكشف عن عيني، خليني أشوفك أنت يا رب يسوع. خلي الرب يضمك أنت مع الملايين اللي شافوا نور المسيح واختبروا. بصلي من كل قلب اليوم أنه فعلا تختبر يسوع. ولربما أنت إرهابي، على فكرة كتير إرهابيين حتى في أيامنا هذا اختبروا المسيح وتحولوا إلى تلاميذ المسيح. هذا إن دل على شيء بدل على محبة المسيح الغير مشروطة، على نعمة المسيح، العطية التي لا نستحقها لكنها ممدودة إليك ولإلي. كل ما عليك اقبل هذه النعمة حتى تحصل على الحياة الأبدية. إذا الرب كلمك وبتحب كمان تكون شاهد وخادم معنا، حط لايك، في نفس الوقت اعمل شير لهذا الفيديو حتى ناس تتبارك أيضا من خلال هذه المشاهدة. والرب يكافئك والرب يباركك.